تنضم إلينا من بيروت مراسلة الغد كلودي أبي حنة. كلودي، ما الذي يدور عند الحدود مع إسرائيل؟ بحسب المعلومات التي توفرت لنا، فإن حزب الله كان قد رصد خلال النهار بأن القوات الإسرائيلية أعادت التقدم إلى الجزء اللبناني من بلدة الغجر، هذا الجزء الذي يرفض لبنان بأن تحتله إسرائيل أو أن تضمه إلى الجزء الجنوبي من الغجر. وأعادت القوات الإسرائيلية نصب السياج الشائك في هذا الجزء اللبناني من الغجر بعدما أوحت هذه القوات أنها انسحبت إلى الجزء السوري من الغجر. لذلك عمد شبان لبنانيون على الأرجح أنهم ينتمون إلى حزب الله إلى تحريك هذا السياج الشائك وإلى إطلاق مفرقعات أيضا من أجل التأكيد على هذا الموقف ومن أجل حمل القوات الإسرائيلية على التراجع عن هذه المنطقة. هذا الأمر، وكما علمنا من معلومات أولية، دفع القوات الإسرائيلية إلى الرد إما عبر إطلاق قنبلة وأعيرة نارية، إما عبر إطلاق استخدام النيران من خلال طائرة مسيرة أدت إلى عدد من الإصابات. حتى الآن تشير المعلومات الأولية إلى أنها 3 إصابات من بين الشبان اللبنانيين الذين يرجح أنهم ينتمون إلى حزب الله في تلك المنطقة. هذه هي المعلومات المتوافرة. بالطبع ننتظر بيانات أكثر توضيحا من قبل الجيش اللبناني، من قبل اليونيفيل، وأيضا من قبل المقاومة الإسلامية ومن قبل الإعلام الحربي للتوضيح ما طبيعة ما حصل. ولكن كما أكد لي مصدر أمني تحدثت إليه فور حصول هذا الحادث الأمني، قال بأن الوضع هو يبقى مضبوطا رغم هذا الحادث الأمني الذي أيضا تكون ظروفه مرتبطة بالتحركات والفعاليات التي أقامها حزب الله اليوم في المناطق الحدودية كافة لمناسبة ذكرى حرب تموز، خصوصا أن الأمين العام حزب الله حسن نصر الله سوف يتحدث بعد حوالي 2 ساعة من الآن، وستكون له مواقف مهمة يعتقد بأنها ستكون مرتبطة أيضا بالتوتر الجديد القديم على الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة. وأيضا التحليلات الأولية لهذا الحدث الحدودي ترجح بأن استمرار هذه التوترات يدل على دعوة أو رسالة لتسريع الجهود الدبلوماسية التي بدأت لإيجاد حل للترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل قبيل انطلاق عمليات التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية لشركة توتال، حيث يتوقع أن تبدأ هذه العمليات في الشهر المقبل. ويجب حل مواضيع التوتر القائمة على الحدود البرية قبل هذا الموعد. طيب، الآن أشرت لنا كلودي أن الجيش اللبناني واليونيفيل يمنعان المدنيين من الاقتراب من السياج الحاجز على الحدود. لماذا يسعى مدنيون إلى الاقتراب من السياج؟ في الواقع كما ذكرت هناك فعاليات كانت طيلة هذا النهار في هذه المنطقة الحدودية التي يسودها التوتر منذ فترة قريبة. لماذا يوجد فتيان ضمن إطار هذه الفعاليات؟ ولكن هل هم بالفعل مدنيون يريدون استذكار حرب تموز، أم أنهم أيضا مناصرون أو نشطاء أو عناصر في حزب الله؟ أيضا هم يواكبون هذه المرحلة من التوتر الميداني الأمني، ولكنه أيضا توتر دبلوماسي، لأن كما فهمت من مصدر سياسي تحدثت إليه قبل 2 أو 3 أيام بأن كل ما يحصل في جنوب لبنان في هذه الفترة هو دعوة لتفعيل الدبلوماسية لإيجاد حل لموضوع الترسيم البري. والدليل على ذلك أن أيموس هوكستين الدبلوماسي الأمريكي الذي قام بكل المفاوضات السابقة لإيجاد حلول للترسيم البحري بين لبنان وإسرائيل التقى بنتنياهو في إسرائيل في زيارة وصفت بأنها مفاجئة، ولكنها لم تكن مفاجئة للمتابعين هنا في لبنان والذين يتوقعون بدء جهود دبلوماسية تتصل بالترسيم البري. ويعتقد أيضا بأن هوكستين سوف يتابع هذه المفاوضات التي بدأها بإسرائيل بمفاوضات مماثلة في لبنان مع شخصيات سياسية وأيضا شخصيات أمنية تتابع ملف الترسيم، كانت تابعت ملف الترسيم البحري وتتابع الآن
ملف الترسيم البري، لذا سنكون مقبلين على مرحلة جديدة من التطورات، أيضا من التوتر، ولكن بحسب المتابعين والمراقبين لن يتحول هذا التوتر مع كل المخاطر التي يحملها إلى حرب عسكرية مفتوحة، ولكنه ستكون هناك مفاوضات على النار أو مفاوضات على صفيح ساخن من دون أن تتحول إلى حرب عسكرية. هذا في المبدأ، هذا في التوقعات الأولية. ماذا سيحصل بعد ذلك؟ من سيسبق من؟ الحرب ستسبق الدبلوماسية أم الدبلوماسية ستسبق الحرب؟ ما يؤكده المراقبون هنا أن لا مصلحة لأي طرف باندلاع حرب في جنوب لبنان. لبنان من جهته مقبل على مرحلة من التنقيب في مياهه، وأيضا إسرائيل لا ينقصها مشاكل أمنية أو سياسية أو أيضا اقتصادية. مراسلة الغد في بيروت كلودي أبي حنة، شكرا لك.